المفاجأة. المرحوم يزيد يعتبر من أحسن شباب الجزائر اللي يعني تفضلوا بتضحية الجسيمة من أجل تحرير الجزائر، وهو التحق بالثورة وهو شاب صغير عمره 20 سنة 56، وكانت خلف الدفعة الأولى لمدرسة الإطارات نتاع ضباط الجيش الوطني الشعبي، الجيش التحرير الوطني، ثم كلف بالسيد العقيد عبد الحفيظ بوسوف بمهام على مستوى مصالح المخابرات الناشئة، وقام بأدوار كبيرة في هذا المصلحة على وجه الخصوص في الحدود، لما كان من المهام نتاعو معرفة هياكل ومعدات العدو في الحدود، والالتزام والوفاء والنزاهة والإرادة القوية في، وأنا يعني تعاملت معاه منذ 58 في نفس المصلحة وفي نفس الوزارة المالك، وأيضا كنا يعني خطينا خطوات كبيرة مع بعض بعد الاستقلال، وحتى في وزارة الداخلية لما كنت بجانبه كوزير منتدب في وزارة الداخلية وخلفته في سنة 2010. بارك الله فيك.